بدي حذركم حذورة. في شيء بنسمع عنه بس لا منشوفه وبندفع فواتيره، شو هو يا حذركم؟ رح أعطيكم لآخر الخبر لحتى تفكروا بالجواب. أما هلأ بدنا نبعث رسالة، رسالة من كافة أطياف المجتمع السوري إلى وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء مرحبا، تحية طيبة. أما بعد، الشوب يلي برا مو محمول لا لبشر ولا لحجر. عم تشوفوا الحرائق يلي عم تصير؟ طيب رح أربع عليكم أكتر. عم تشوفوا كيف محطتين توليد كهرباء عندكم عطلوا من ورا هالشوب وصار في قطع بكل البلد وصاروا خارج الخدمة؟ طيب أنتم مو خايفين علينا إحنا كمان نصير خارج الخدمة؟ قطع الكهرباء لمدة 6 أو 7 ساعات أو 11 ساعة مقابل ساعة وصل بهالشوب هو جريمة بحق الإنسانية، جريمة بحق المرضى وكبار السن والأطفال، جريمة بحق صغار الكسبة وأصحاب المحلات، جريمة بحق كل أم كبت المونة يلي بالبراد، جريمة بحق الطلاب يلي عندهم امتحانات، جريمة بحق كل موظف بيشتغل طول اليوم ليرجع على بيته ما يلاقي لا مكيف ولا مروحة بتشتغل، جريمة بحق النفس البشرية يلي بتشتهي كاسة مي باردة بهالشوب وما بتلاقي. أول مرة عم نشوف كيف إنه الناس صارت عم تشتري نص بطيخة لأنه ما في أساساً كهرباء ولا في براد، وإذا ظل الوضع هيك منأكد لكم نحن كمان حنصير بنص مخ. نتمنى تحسوا وتحسنوا من وضع الكهرباء ويكون في استجابة لكل الناس يلي عم تنادي. أما هلأ خلونا نرجع للحزورة، عرفتوها شو هي ولا لسه؟